حقق الجزء الثاني من فيلم الرعب والإثارة 47 Meters Down اللي بيحمل اسم Uncaged إيرادات وصلت إلى أكثر من 18 مليون دولار منذ طرحه 16 أغسطس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبتدور قصة الفيلم حول مغامرة الغوص لأربع فتيات مراهقات لاستكشاف مدينة مايا المغمورة، وتتحول المتعة إلى حالة من الرعب عند اكتشافهم أن آثار الغارقة هي أرض لصيد أسماك القرش المميتة.